اللهم إنا عبادك واقفون ببابك، متعلقون بجنابك، متمرغون على أعتابك. نستفتح هذا الشهر وقد أخلقت الذنوب وجوهنا وأخرست ألسنة معاذيرنا عندك. اللهم إنا لا نثق إلا بك. اللهم إنها انقطعت آمالنا من أعمالنا، ولا نحسن الظن إلا بحسن وعدك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا وأن تعفو عنا وأن تتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وعز ونصر وتمكين للمسلمين يا رب العالمين، ولهذا البلد خاصة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين.